قضيه الاستقاله ديال الاخ حداد مزيان اللي جبتي هذا السؤال نفضيو معاه في دقه واحده. قال بان مضايقات لان قدم الترشيح ديالو للمؤتمر في 2014. حنا فتحنا اللائحه ديال الترشيحات للامانه العامه. السي حداد اعلن على نيته يترشح ودار ندوه صحافيه ونحقو وبدا الحمله ديالو ومشى تيتصل بالمناضلين، اتصل دار الحمله في المجلس الوطني، دارها عند البرلمانيين في الغرفتين. يعني هذا مشروع طبيعي. عندما تبين له ان ليس هناك استجابه من الحراكيين قرر اراديا انه يسحب الترشيح ديالو. ومشينا بعد من هذا الشيء باش ما يتسمى شيء بان بغينا نشدوا الباب. كان عندنا واحد الاجال ديدلاين ديال وضع الترشيحات وحيدناه وخلينا الترشيحات مفتوحه الى حتى ليله يوم التصويت على الامين العام. اذا انا الضغوطات ما شفتش منين جات هاد الضغوطات زعما بكل صراحه. يعني كان شي ضغوطات اللي تعطى انا هذا ما واقع. وبالعكس كنا نعتبر ان سابقة ومزيان لأن راه غادي نعاودو نفتحوهم كذلك في الأوينة في الشهور المقبلة، لأن لابد يترشحوا الناس لهذه الأمانة العامة. ما هي شي يعني محبوسة على العنصر.